الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وقنا مزالق الرداء وارزقنا الاخلاص والتقوى لوجهك الكريم يا اكرم المسؤولين ويا ارحم الراحمين. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وبعد، انتهينا اذا الى ما يتعلق بسنن الاحرام وهذه السنن لا يتعلق بها شيء لانها لا تمطر الحج وكذلك لا تستوجب دما، وانما يسن للمحرم ان ياتي بهذه السنن. سناتي الى السنن ثم المندوبات ويندب للمحرم، لان اخذنا الاركان ركنا، وفي كل ركن هناك واجبات وسنن مستحبات مندوبات وهكذا. اذا سنن الاحرام ثلاثه: اولا غسل متصل بالاحرام ومتقدم عليه، وهذا غسل خاص بالاحرام، لهذا النفساء تغتسل، لانه هو لا يرفع المحدثة وانما فقط هو غسل. لاحظوا انتم لم تدرسوا عندي مسائل احكام الطهاره وطهاره الفقهاء وكذا، لاحظوا ان الغسل الواجب هذا لا يكون الا لاجل استباحه عباده، استباحه، لانه الغسل الواجب او الطهاره هذه الواجبه هي طهاره حكميه توجب لموصوفها جواز استباحه الصلاه به او فيه او له، هذا تعريف الطهاره. طهاره حكميه توجب لموصوفها جواز استباحه الصلاه به او فيه او له، اذا الغسل الواجب تستباح به الصلاه العباده، وكل عباده تشترط فيها الطهاره تحدث. اما هذا الغسل فهو غسل مندوب، وكل غسل مندوب لا يبيح شيئا، بمعنى من العبادات التي تشترط فيها الطهاره، بمعنى ان الطهاره فيها شرط صحه، الصلاه الطهاره فيها شرط صحه. فالغسل والوضوء كلاهما ان كانا مندوبين لا يبيحان شيئا من العبادات التي تشترط لها هذه الطهاره. الوضوء المندوب هذا كالوضوء لزياره صالح او زياره عابد او زياره زاهد او زياره عالم او زياره سلطان او زياره ذي بطش او لقراءه القران او الحديث او العلم الشرعي، هذا كله وضوء مندوب. ولكن الشخص اذا توضأ بهذه النيه لا يبيح له هذا الوضوء الصلاه، فان صلى فصلاته باطله باعتبار النيه. نيه، لانه من شرط العباده ان تكون فيها نيه، شرط اساسي في العباده النيه. فكذلك هنا هذا غسل مندوب، لهذا لا تتعلق به احكام صحه العبادات، ولهذا تاتي به النفساء وهو لا يرفع شيئا، مثل الوضوء المندوب بالنسبه لمن أراد النوم وهو جنب. يندب الوضوء لمن أراد النوم وهو جنب، ولكن هذا الوضوء لا يبيح شيئا ولا تصلى به أي صلاة، وكذلك لا ينتقض بنواقض الوضوء العادية، وإنما ينقض بإجماع مثله، لأنه غسل ندب للنوم بالنسبة للجنوب فقط. وضوء دخول السوق. الوضوء لدخول السوق مندوب. إذا الوضوء مندوب عنده كثير من الصور. بالنسبة للصلاة. لا، بالنسبة للصلاة سواء كانت فرضا أو نفلا هذا الوضوء واجب. الوضوء واجب بالنسبة لصلاة الفرض ولصلاة النفل، وكذلك يندب الوضوء لمن كان محصلا للوضوء، أي إدامة الوضوء، تجديد الوضوء، إسباغ الوضوء. هذا هو الوضوء مندوب، ولكن لاحظوا هو وضوء مندوب. ولكن الوضوء الثاني هذا اذا توضأ الشخص وصلى صلاة ثم
ثم أراد أن يجدد الوضوء للصلاة الثانية، كان توضأ فصلى العصر ولم يتغض وضوءه، ثم توضأ من جديد ليصلي العصر. الوضوء الثاني هذا ليس هو الذي تصح به صلاة العصر، وإنما تصح صلاة العصر بالوضوء الأول، وأما الوضوء الثاني هذا وضوء مندوب لا تصح به صلاة العصر، وإنما فقط فعل وضوء مندوبا فقط، لكن لا تصح به الصلاة. وصلاة المغرب لا تصح به، تصح بالصلاة الأولى صلاة العصر. بالوضوء أكيد، بالوضوء الأول، لأن يعني ذلك وضوء واجب، أو وضوء مندوب إذا توضأ قبل دخول الوقت. من توضأ قبل دخول الوقت فالوضوء مندوب وليس واجبا، ولا يصبح واجبا إلا بعد دخول وقت الصلاة. يعني إذا دخل وقت الصلاة أصبح الوضوء واجبا، أصبحت الصلاة واجبة في ذمتي، ولا تصح الصلاة إلا بوضوء فيصبح الوضوء واجبا في ذمتي. من باب ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. اذا قبل دخول الوقت هو وضوء مندوب، ومع ذلك تصح به الصلاه، وهذا المندوب الوحيد الافضل من الفرض فقط. المندوب الوحيد الافضل من الفرض هو الوضوء قبل دخول الوقت. لان الوضوء المندوب للتجديد لا تصح به الصلاه، تصح بالوضوء الاول، ولكن من توضا ولم يصلي فريضه ولا نافله يكره له تجديد الوضوء لصلاته. إذا توضأ في الصباح ولم يتم وضوءه وأراد أن يصلي الظهر، يكره له أن يصلي، أن يتوضأ ليصلي الظهر، لأن الوضوء الذي توضأه في الصباح لم يصلي به صلاة، فيصبح الوضوء الثاني مكروه. الوضوء الذي صلاه الذي قام به بعد الصبح. أي. النية نعم. لا هو لا، هذه النية هو ينوي أحد ثلاثة أشياء، وينوي أو حدث أو افترض أو استباحة لممنوع العرض، هو إما أن ينوي رفع الحدث وبذلك يصل ولحقيقة عمل جواب الحاجة، وإما أن ينوي المفترض وهو أن ينوي الوضوء الواجب، ومن التميز النية الذي سيصلي به العصر أو أن ينوي الوضوء الواجب أو ينوي استباحة ما منعه من حدث. وهنا مثال يقول أنا أنوي بهذا الوضوء استباحة صلاة الظهر دون صلاة العصر، هذه لا تضر، يصلي به الظهر والعصر. إذا إخراج بعض المستباحات لا يضر النية، بخلاف أو ما لو توضأ ليستبيح قراءة القرآن دون الصلاة، هذا وضوء مندوب، لابد أن تكون المستباح واجب، فلا يضر إخراج مستباح واجب إذا كان الوضوء لاستباحة واجب. وإذا كان الاستباحة مس القرآن. لا مس القرآن. إذا كان تم بعض الأحوال وضوء مس القرآن. مندوب. لا مش مندوب. تم حالات، تعالي سبع حالات. يمكن بها استباحة العبادة، استباحة الصلاة. مثلا الوضوء للسوق، دخول السوق، دخول متجر، هذا لا تستباح به العباده. كل وضوء مندوب لا تستباح به العباده. اي. كل وضوء مندوب. وضوء لمس ال مس المصحف. اي. مش القرآن. اي. مس المصحف الوضوء له واجب. تستباح به العباده. اكيد. لأن الوضوء واجب. عندنا في مشهور مذهب المالكي مس المصحف لابد يشترط فيه الطهارة الكبرى والصغرى، عند المالكية في مشهور المذهب لابد لمن أراد أن يحمل القرآن أن يكون طاهرا، طهارة كبرى وطهارة صغرى، بخلاف ما لو أراد أن يقرأ القرآن استظهارا هل يندب له أن يتوضأ وليس يجب، فمن توضأ ليحمل القرآن له أن يصلي. هذه مسألة، شوف خذ الأصول ثم الفروع، هذه مسألة بسيطة. إذا أخذت الأصول كلية قل كل وضوء واجب تستباح به كل عبادة تجبر الطهارة، وكل وضوء مندوب لا تستباح به العبادة التي يشترط لها الطهارة. كل وضوء، شوف يقول كل، إذا في كلية، كل وضوء مندوب لا تستباح به الطهارة إلا الوضوء قبل دخول الوقت، الوضوء مندوب
إذا المسائل الفقهية لو أخذت بالضوابط، تعطيك ضوابط، وأنت خذ الضابط هذاك وفرع ما شئت، أي مسألة تأتيك ضع لها هذا الضابط ويشوفوها شو حالتك، حتى في اللغة، كل فاعل مرفوع ولا إذا قيل ما كيفاش بلاها مرفوع ولا مرفوع فاعل، هذه كنت تقطع في الطفل، كله هو المندوب لا تستباح به الصلاة إلا الوضوء قبل دخول الوقت. فالآن هذا عقيدة الوضوء مندوب، أي وضوء قل هذا له وضوء مندوب إذا لا تستباح به الصلاة، لكن وقت الشريعة تضرب إذا اشترط الوضوء الأول هي الأولى، من اشترط مثال رفع حدث دون حدث، مثال هو تبول وتغوط فقال أتوضأ لرفع حدث البول دون الغط، ما هذا الحدث؟ لأن الحدث لا يتبع، شخص اشترط أن يرفع بهذا الوضوء التبول دون الغط، أو اشترط أن يرفع النوم دون خروج الريح، لا، لأن الحدث لا يتبع. هنا لابد أن إذا أراد أن يشترط، إذا أراد أن ينوي هذا يعني ينوي كل حدث. أنا اشترط أو لا اشترط ذلك سواء. هنا لا إذا اشترط. لأن الحدث لا يتبع. لا يتبع. اشترط أو لا اشترط. لا إذا اشترط مثال أن الطهارة مثال لرفع حدث البول من الغلط وضوء باطل. وضوء باطل. لأن الحدث لا يتبع. فمن يجبش يخلي يرفع حدث البول دون حدث. لا يرفع حدث البول إيه ولا ما هو حدث ولا فهو لا يحتاج كل حدث إلى أن ترفع تلك المشقة. الإنسان يمشي ربما حصل عنده برشا برشا تلقى نام وتبول وتغوط وخرج منه ريح وأمنة وباشا امرأة ما هو نجم الأوصاف كلها وشاربة سكرة وأغمي عليه ما في الوقت الوضوء 16 ها؟ 16 وضوء لا ما وضوء واحد لكن ينوي رفع كل الأحداث والوضوء الواحد يرفع كل حدث هي مسائل فهذا الغسل المتصل بالإحرام هو غسل مندوب لهذا تتبه الحائض والنفساء كما غسل الجمعة مندوب غسل الجمعة لا شوف بالنسبة لغسل الجمعة غسل الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة لثبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل فغسل الجمعة للجمعة تصح به الجمعة فقط إذا لم ينوي داخل ذلك الغسل الوضوء الواجب فإن داخل ذلك الغسل الوضوء الواجب تصح به بقية الصلاة لكن إن لم يستحضر نية الوضوء الواجب داخل غسل الجمعة فهذا الغسل لا تصح به إلا الجمعة فقط وهنا الفرق بين حتى استحضار النية معروف أنه في الغسل الشخص إذا توضأ يتوضأ مرة واحدة إذا في الغسل لا يندب التكرار إلا بالنسبة للرأس إلا بالنسبة للرأس ثلاثة البقية كلها مرة مرة والوضوء ليس شيء مرة مرة فإذا نوى الوضوء الواجب لابد أن يأتي فيه السنن وهي التبنية والتثليث فما اسمه الوضوء الواجب وإلا إذا أتى به مرة واحدة لابد أن يستوعب جميع العضو لأنه ليس شرطا أن تكون ثلاثة لكن حتى لو توضأ مرة مرة صح وضوءه إذا استوعب جميع العضو والمرة الثانية والثالثة هي مندوبة فإن لم يستوعب جميع العضو بالمرة الأولى أو بالغسلة الأولى فتصبح الثانية فرضا فإن لم تستوعب الثانية جميع العضو تصبح الثالثة فرضا فإن لم تستوعب الثالثة جميع العضو تصبح الرابعة مكروهة أكيد لأن زيادة على الحد مكروهة ولكن يأتي بها لتصح ليصح الوضوء فإن لم يأتي بها بطل وضوءه وبطل لذلك بقية وعبادته التي يأتي بها من طواف وصلاة وغير ذلك رغم أنها مكروهة رغم أنها مكروهة لأنه يعني زيادة وكره الزيد على الفرض لدى مسح وفي الغسل على ما عدد
حتى حللوك الثلاث وهذا زاد. إذن هي مكروه لكن يأتي بها ولا يطوف باطل أكيد منها هي مكروه خير من يطوف باطل وكيف يقولون بمشاعة جدد النظوم تاعك يعني شوفوا العبادات احنا نقعد العبادة المربعة أفضل من العبادة المعادة لكن ساعة تقول لك علاش تقيع الصلاة وأحكام السهو لأن العبادة هذه أصلح المأمورين بعدم أو لم يكن بإتمام العبادة الوقت الحج والعمرة وعدم إبطال ما شرعنا فيه من عبادة ولا تبطل أعمالهم لهذا خرج العلماء بالقاعدة المعروفة وهي الرفع أولى من الدفع رفع بمعنى ترقيع الصلاة وإصلاحها أولى من الدفع أي دفعها تركها وإعادتها فالشخص حتى لو أخطأ كثيرا في الصلاة أن زاد وأنقص وزاد وأنقص فإنه دائما يصلح من صلاته إلا إذا اختلط عليه أمر ولم يبر له شيء ولم يفهم كيف يتم صلاته فهذا يقطع ويعيد الذي هذه الحالة إذا لم يتبين له وجه الصواب لكن لابد أن يتم العبادة التي شرع فيها والعبادة المربعة أولى من العبادة وأفضل من العبادة المعادة الآن نوصل نصل بالأحرام مش اسم الشيء العام مش الجنة مش الوضوء مثلا إصغير الوضوء على المكان إيه عن الملكية مش زيادة على المحل زيادة على المحل مطروح عند الملكية لكن الأسباب هو التجديد والإدامة على المكان إدامة الوضوء عند الملكية مشهور مثلا الملكي هو إدامة الوضوء المقصود بالأسباب هو إدامة الوضوء وليس زيادة على المحل في الوصفة الوضوء لأنه غسل الجنابة لا فيه إشكال غسل الجنابة هذا غسل واجب والوضوء فيه التابع غسل واجب مش كما الجمعة لا مش كما الجمعة المسألة لنا إذا اغتسل للجمعة من الجنابة يجوز بحال فيه قولان في المذهب لكن مشهور أنه يجوز ويقدم غسل الجنابة لأنه الفرض إذا نوى بذلك الغسل رفع الجنابة والجمعة جاز غسل واحد هذا في مشهورة في مشهور بنية واحدة بعض ابن عرف يقول لا يقول لأنه إذا نوى بذلك الغسل الجمعة غسل الجمعة هو مش فرض غسل الجمعة بالتالي لا يستطيع أن يأتي بغسل الجمعة وهو غير محصل الطهارة الطهارة الكبرى يعني مش طالع أصلا فكل شيء مندوب على يبني شيء مندوب على شيء مش موجود أصلا وهذا بناء على قاعدة أخرى هل يرتفع حدث كل عضو بغسله أم لا يرتفع الحدث إلا بإتمام الغسل بس خلاف فيه مذهب فيه قولا وعلى خلاف هذا ينبني الخلاف في مسألة من انتقض وضوءه داخل الصلاة هل يشهد يتوضأ بنية أو بغير نية يعني داخل القصر داخل القصر وهذا في خلاف بين الشيخين بين القابسي وبين شيخ وابن أبي زيد القيرواني وتبع لي عليها قواعد وهكذا ما مش نخرج في الأحيان الظاهرة فأقول لك قصيدة ليه باش ناس اللي جاتني معك إيه أنا كنتم هو تحضر في الطهارة إن شاء الله تعالى أي سؤال في الطهارة ما فيش مشكلة لأن غسل المتصل بالأحرام كان شيء هذا معاش مش أقرأ من الحشرة غسل المتصل بالأحرام هو متقدم عليه ولو يحاق إذا النوم فساد ولا يضر الفصل اليسير مثل شد الرحال وإصلاح الحال ودليله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإناله واغتسل إذا غسل المتصل بالأحرام ومتقدم عليه بمعنى يغتسل ويلبس ثياب إحرامه ويحرم سنأتي إلى الإحرام أنه إذا شرع في السفر عند الشروع عند الميقات في الميقات هو حتى أن يغتسل في الميقات لكن إذا شرع وانطلق
أو صعد الحافلة الآن، يصعد الحافلة ويجلس، فإذا خرجت الحافلة شرع في التلبية. يمكن إذا الحافلة بقيت في مكانها ساعة أو نصف ساعة أو أكثر من ذلك ينتسك، لا يشعر بالحرام إلا إذا شرعت الحافلة في السير أو إذا كان يمشي على رجليه. عموما طبعا موجود هذا إلا إذا كان قريبا من مكان، لكن أو انطلق بسيارته، مجرد انطلاق بالسيارة يشعر في الحرام. إذن بالمشي. وأما الحائض والنفساء فلما ثبت أنه صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تغتسل عند الإحلال بالحج وهي حائض. وعن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسماء بنت عميس لما ولدت محمد ابن أبي بكر الصديق والبيداء: اغتسلي واستثري بثوب وأحرمي. لأن موجود بعض الأشياء بالنسبة للمرأة. ووجب الاستدلال أنه صلى الله عليه وسلم لما أمرهما بالغسل في حالة الحيض والنفاس دل ذلك على أن الغسل ليس لرفع الحدث بل مشروع للإحرام. لأن هذا الغسل لا يرفع حدثا، لأنه بالنسبة للمرأة يكره لها الاغتسال بنية رفع الحدث، وهي على في الحدث يصبح فيه استهزام مكروه. لا تغتسل على روح أحد، لكن تغتسل بترفع على الدم وهو دم زلازة لا في كرامة يكره لها ولا يصح منها ذلك العمل. وأما إن فصل بين الغسل والإحرام بفاصل طويل أعاد الاغتسال، فلأنه يغتسل ثم يلبس ثياب إحرامه، ولو اغتسل ثم أصلح حاله ثم لبس ثياب الإحرام لا بأس إذا كان الفاصل قصيرا. أما إذا كان الفاصل طويل وأغلب الناس اليوم أنا أفرحين يشوف يقول لك إذا اغتسل في الدار يمشي في الجنوب أو في أي منطقة ثم يجي تونس، وإلا يخرج من البيت حبله ساعتين وتسوية بشطة في الطيارة وإذا ما وصلش الميقات هذا يدب له إعادة الاغتسال، لكن ما ينجمش لأنه في الطيارة ما فيهاش وين يغتسل، مش الطيارة بتاعها مش مهيئة للاغتسال. فهذا راه ما جابش الاغتسال الاغتسال السنة. اغتسل في الدار إيه، ربما أزال الشعر إيه، لكن ليس هو اغتسال السنة دي. فهو ما جابش اغتسال السنة وليس عليه شيء ظروف، ليس عليه شيء، لأن الاغتسال مربوط بالإحرام وهو ما أحرمش. فهذا مش أن يغتسل في الدار، لكن اغتسال وهو مش اغتسال السنة. هو الاغتسال المندوب. لا، اغتسال السنة مش مندوب، هو اغتسال السنة. وأما إن فصل بين الغسل والإحرام بفاصل طويل أعاد الاغتسال، وقيل لا يضره بحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة بعدما ترجل، ترجل بمعنى مشط شعره، ودهن دهن طيب في الشعر كذا، ولبس إزاره ورداءه، فأصبح بذي حليفة ركب راحلته حتى إذا استوى على الميناء أهل. فصل طويل كله. نعم. فصل طويل. لا فصل طويل عرف ساعة ساعتين هكا، لكن إحنا قلنا كشدة الحال إصلاح الحال، بس لما تقوش 10 دقائق 20 دقيقة. اغتسل 10 دقائق 20 دقيقة ما فيش إشكال، لكن إذا كان شوي ساعة وساعتين إلى هذا ما نقول هي فصل طويل. واعتمد علي على ابن عباس بأنه خاص بمن كان بالمدينة ويريد الإحرام من ذي الحليفة. قال خليل: ولذب أي الغسل بالمدينة للحليفي، أي من أراد أن يحرم من ذي الحليفة. فهذا عند المالكية غسل بالنسبة لأهل المدينة يندب لهم الغسل فقط في المدينة، وإن كانوا يحرمون في ذي الحليفة يمني أبر علي. لو أكثر الأغرب المحجاج يوم يحرق لي غسل في أبر علي لقرب المسافة، قرب 9 كيلومتر. لكن أغرب من أنا أغسلت في ما أغسلتش في المدينة، أغسلت في المدينة في المدينة ثم يمشي في أبر علي في بيوت وبيوت، أغسلت في البيت وأحرمت في البيت وطعت في الحافلة بقيت الحافلة في مش عارف ليش، لأن الوقت أنا كيف تحسوش وكيف لازم يكون الكار أهلنا وخرجنا. لكن هذا بالنسبة للمدينين، المدينة فقط.
إذا عند الملكية فاصل الطويل يضر عموما، هذا هو المشهور. ثانيا لبس إزارة ورداء ونعلين. الإزارة هو اللي يلتزم به الشخص اللي في الأسفل، والرداء في الأعلى، والنعلين هو الأعلام المعروفة، ما يكونوش مخيطين عادة بلاستيك، وهذا أسلم و... إلا إذا لم يجد نعلين يلبس الخفين أو يلبس الحذاء ويقطع شوية، أما ما يكونش مخيط. أي أن السنة مجموعة هذه الثلاث، السنة هي الإزار والرداء والنعلين، مش الإزار سنة ولا لا، مجموعة ثلاث سنة واحدة. لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، ولو لبس غيرهما مما ليس مخيطا ولا محيطا كأن يلتحك برداء أو كساء أجزأه وقال في السنة. إذا التحف بأي شيء ليس رداء أو إزار بأي شيء ولم يكن مخيطا جلس، لكن خالف السنة. ولو اليوم عندنا في المهم الثياب تتحرك معروفة لكن حرف القدمين ما فيش إشكال، ما فيش إشكال حرف القدمين لو خالف هذه هو لا حرف القدمين لا هذاك يلبس وش يلبس ضعيف، هذاك يلبس خفين، إذا كان يلبس ضعيف هو خالف السنة، ما كيمشي حافي هو الأغلب توا أعمال الطواف والسعي كله من غير حاجة أصلاً تقدر تدخل الحرم تحي النعيم وتحطهم في بقعة ما تلقاهمش هي هذا الزحمة باش تلقى. فأعمال الحج كلها اليوم ما عادش الحج تلبس النعيم عليه فقط وانت جاي في الطريق ولا روح انت لك هون، أما بدخولك الحرم تصبح حافي القدمين. من أعمال الحج أقل شيء من الطواف والسعي رزق أركان وما يتعلق بهما كلها تبقى حافي القدمين. وقوف بعرفة لا وقوف بعرفة الساعة أما أقل شيء من رزق أركان وضاف الإفاضة وده في القدوش إضاف الإفاضة والسعي هذا هو رزق أركان من وقوف حافي القدمين خامل يكون خامل. إذا لبس إزار الورداء ونعلين، إذا الغسل متصل بالأحرام المتقدم عليه ولبس إزار الورداء ونعلين. السنة الثالثة صلاة ركعتين بالنسبة للمريض كيف الطقس بيرد بالنسبة ما يلبسش المخيط يلبس حاجة غير ما يلبس حاجة غير تحت بأي حاجة ينجم هو عادة الليل يتهطى أو الحجاج يتهطى تبرد في الليل خاصة في ديسمبر إذا ولا حج ديسمبر وفي تبرد تحت الصفر في الليل سخون سخون يعني ما في صدية صحة في الليل تبرد يتهطى أو الحجاج ما فيش إشكال لكن ما غطيش راسه معه مو ما غطيش راسه لكن يغطي بدنه لأنه تغطية الرأس تدخل لك في معبرات الأحرام معبرات تغطية الرأس فقط مهم يغمش رأسه ويتعب فيش إشكال. ثالثا صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام هذه سنة ثالثة صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام يغتسل يصلي ركعتين ثم يلبس ثياب إحرامي من هذا يتوضأ قبل الركعتين هنا تسأل هذا الغصن هذا لا هو الغصن هذا لا أي لا يتوضأ لأنه إذا كان مش يصلي به الصلاة الدافئة لا تكون إلا بوضوء واجب وهذا الغصن ما هوش واجب أنا قلنا لا يبيح شيء إذا يتوضأ للصلاة أي في الغصن يتوضأ معه يتوضأ وضوء الواجب لأن يعني هذا الغسل هو احنا قلنا الغسل هذا لا يبيح شيئا مندوب لا يبيح شيئا صلاة ركعتين بعد الغسل وقبل الإحرام ويجزئ عنهما أي ركعتان الفرض وتحصل به السنة وفاتها الأفضل مثال نتذكر احنا وقت اللي تقريبا اغتسلنا لحقت عن صلاة العشاء صلاة العشاء وبعد صلاة السنة
لا 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 فجاء له غسل الاحرام مش متفرج ولا تضره مش مندوب مش مندوب شو هو يكون متوضع ويكون مطهر مطهر شو طهر هو يكون طهر عاد وطهر اول مندوب مثلا لا لابد ان يحصل الطهر الكبرى هي في شيء نعم الطهر الكبرى لازم يعني مطهر الصغرى في وسط الغسل ممكن يكون مش محصل الطهر الصغرى واصلا هو يغتسل نتصور انه ولا ماشي ينتقض الوضوء تاعه داخل الغسل أكيد بس الذكر ينقض الوضوء والمعنى ينقض الوضوء بس الذكر لك ولا بس الذكر ينقض الملكية إذا هو مش ينقض الوضوء لأن الذكر مش يغتسل لابد أن يغسل يخرجه مش بس وبعد يتوضأ سوف يتوضأ الوضوء الواجب فقط ويجزئ عنه الفرق وتحصل به السنة وفاته الأفضل لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهل بها أولى الكلمة إن كان يصلي ركعتين ركعتين وسنة لا فرض ولا واجب سنة ومحل سنيتهما أن يكون المقتول الجواز فإن لم يكن الجواز انتظره ولا يحرم ما لم يكن مراهقا اللي لم يضيق عليه الوقت فهذا ينتظر الى ان يحل وقت النافله فيغتسل ليحصل السنه فان ضاق الوقت كان احرم مثال بعد عصر يوم التاسع هو في مكه او في المزدلفه او في ميناء واحرم بعد عصر يوم التاسع بعد صلاة العصر ماشي عمنا لا يصلي يعني أكيد لا يستطيع أن يصلي إلا بعد الغروب وبعد الغروب أنا مش أترك الوقوف الواجب لأنه يعني الوقوف الواجب عند المالكية هو الوقوف زوالا إلى الغروب هذا الوقوف واجب وبعد الغروب وقوف السنة إلى الفجر وقوف الركن إلى الفجر هذا عند المالكية عند الحنابلة الواجب ما هوش الوقوف قبل الزوال الواجب عند الحنابلة هو الجمع بين الوقفتين توقف في النهار وفي الليل هذا هو الواجب لكن ربما أن تقف نهارا أو ليلا أو عند الحنابلة تقف نهارا هذا أو ليلا هذا هو ربما والواجب أن تجمع بين الوقفتين الجمع وعندنا لا الواجب أن تقف بعد الزوال وبعد والركوع أن تقف بعد المغرب هذا الخلاف بين هذا الكلمات هي الإحرام لبيك اللهم حجا وهكذا وسنأتي إلى كلمة لبيك اللهم لبيك معروفة ومحل سنيته سنتهما أن يكون وقت الجواز فإن لم يكن الجواز انتظره ولا يحرم ولا يكون مرهقا وإلا أحرم وتركهما وتتركهما أيضا الحائض والنفساء تغتسل لا تصلي بذلك أكيد وإلى لا يجوز لها الصلاة أصلا لا تصلي هذه سنة الإحرام الغسل المتصل بالإحرام لبس إزار الإزار عليه وصلاة ركعتين الآن بالنسبة لمندوبات الإحرام مندوبات وهذه أدنى من السنة لأن رأينا الركن الواجب واجبات الإحرام ثم سنة الإحرام المندوبات الإحرام الفرق بين واجبات الحج الفرق بين الواجب بين السنة لا بين واجبات الحج وواجبات الركن لا واجبات الحج لا شوف احنا قلنا ان واجبات الواجبات مستقلة واجبات اسمعني واجبات مستقلة كان بيت المزدلفة بس مهمة الحج والحلق والرمي هذا طواف الوضوء هذه كلها واجبات مستقلة لا تتعلق بالأركان
هذه من واجبات الحج. وهناك واجبات يعني كذلك واجبات الحج التي يترتب عليها الدم، ولكن تتعلق بالأركان. كل ركن عنده واجبات. هناك واجبات واجبات الركن، وهي أصل واجبات الحج كذلك. هذا تفصيل تفصيل. هذه واجبات مستقلة تتعلق بالحج لا تتعلق بالأركان. وهناك واجبات أيضا في نفس مرتبتها ما يترتب على تركها دم، ولكنها متعلقة بالأركان. الفرق بين السنة وبين المندوب في الأصول، عندنا خمس أقسام في الأصول، في أصول الفقه خمس أقسام: الواجب والمندوب والمطلوب والمحرم والمباح. الواجب ما ينزل، الواجب ما يتم فعله ويعاقب تاركه أو يتوعد تاركه بالعقاب، هذا الواجب. ما طلب الشارع فعله على وجه الحد والإلزام ورتب على فعله الثواب وعلى تركه العقاب. بينما المندوب قسم كبير وهو ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم ولم يرتب على فعله على تركه عقاب، ولكنه يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. في المندوب هذا ثلاثة أقسام: أعلاها السنة المؤكدة، والسنة المؤكدة هذه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، ولكنه قد يلام وفي أحيان قد يقاتل ويقتل، كترك سنة الأذان. الأذان سنة مؤكدة، فإذا اجتمع قوم على ترك الأذان قوتلوا لتركهم. كذلك ما يستوجب الأذان مثال من ترك الوتر وهو سنة مؤكدة، لا يصلي الوتر، هذا يأثم يلام. نفس الشيء سنة الفجر هي سنة مؤكدة رغيبة أدنى من سنة مؤكدة عنا. الوتر هو سنة مؤكدة، الوتر عنا سنة مؤكدة كثيرة: صلاة العيدين، صلاة الكسوف، الكسوف، سجود التلاوة، هذه كلها سنة مؤكدة. فهذه تركها يستوجب اللوم والعتاب. صلاة الضحى، صلاة الضحى سنة مؤكدة كذلك، طلب سنة مؤكدة. إذا تحتها سنة العادية، سنة عادية مو سنة عادية، سنة عادية مثلا أخرى، السنة العادية. وهذه السنة العادية هي يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها، وكذلك لا يلام ولا يعاتب. ثم تحتها المستحب، ويطلق عليه كذلك المندوب والنافلة وسنة الزوائد وسنة العالم. هذه أدنى، هذه المندوب، هذه أقل من لأن مثال السنة العادية كما صوم سنة عادية، صوم 8 أيام من محرم سنة، لا يعرف سنة وقت. وفي الصيام هو الوحيد اللي هو سنة مؤكدة، عاشوراء مندوب وليس سنة مؤكدة. أي ستة شوال، ستة شوال هي سنة، لكن عندنا مكروهة، عندنا مكروهة. لا أشوف لا حتى يقول مكروهة لأسباب ذكرها الإمام مالك، هذا للذريعة أكيد ما تلقاش حكم راهو موش معلل، الأحكام كلها معللة ولله الحمد. ستة أيام من شوال فيها حديث صحيح، إلا أنه يكره بالنسبة للعالم أن يظهرها حتى لا يعتقد العامة أنها طرف. وذكر الحطاب في الموالب قال: وقد وقع الناس في بغداد في القرن الخامس فيما حذر أو خاف منه مالك، فكانوا يلزمون المسحر أنه يبقى ستة أيام تشوال ينادي الصحوص لاعتقاد العامة أنها واجبة. هذا الذي خاف منه أن يعتقد العامة أنها واجبة، لهذا مالك كره حتى لمن صامها أن يتبعها أن تكون مفرقة أو يصوم ولا يصوم، يصوم ولا يصوم.
إذا صار ولد ما فيش حتى إشكال، لأنه من جيب شيء كمان يقول لا يحل لك أن تصوم كذا كذا، فقط ما يكهما العيد العيد الفطر وعيد الأضحى هذا يحرم صومهما. أيام التشريق فيها تفصيل، فيها تفصيل أيام التشريق بالنسبة لليوم الأول واليوم الثاني، هذه تحرم إلا لمن كان عليه صوم واجب كصوم نذر، وإلا بالنسبة لما واجب عليه هدي وفي الحج وصام ثلاثة أيام، ثلاثة أيام في الحج وسبعة أيام في الحج يصوم ثلاثة أيام في الحج هذا. واليوم الثالث يوم الثالث اليوم الثاني واليوم الثالث أي ثالث أيام العيد هذا يجوز لمن كان في صوم متتابع كفارة أو كذا، ولمن نذر أن يصوم ذلك اليوم لمن كان عليه صوم واجب، ويجوز لشخص اعتاد أن يصوم ذلك اليوم أو صادف هذا له ذلك. إذا المسألة ما هيش عند جميع الناس تحرم، وما فيها فيها لغز كذلك، فيها لغز قلت يوماني يجوز صيامهما لثلاثة أشخاص، ويوم يجوز صومه لشخص ويكره صومه لشخص ويندب صومه يجب صومه لشخص ويندب صومه لشخص ويكره صومه لشخص أنت وشو الوصف الحالة مندوب الإحرام. إذا فأقول هذا الفرق بين السنة وبين المندوب، مندوب الإحرام ستة، أولا إحرام الراكب إذا استوى على ظهر راحلته وإحرام الماشي إذا شرع في المشي، استوى منها صعد ففقط لا هو صعد وبدأت في السنة، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بذي الحليفة ثم ركب راحلته فلما استوى به على البيداء أهل بالحج، شوف كيف قال استوت به على البيداء لأنه هو أكيد حاشي عن إبن نعم أي عن آخر أكيد مش على وهي طائرة وهي بارك وإذا استوت قامت قامت مش على الواقع مش مشي إذا استوت به على البيداء لها وقفت وبدأت أو شر هي نفسها للمشي، لهذا قلت إذا الشخص يطلع الحافلة الحافلة تقف مش هيك وفي وسط الحافلة ونجم تقعد ساعة كاملة وساعتين تقع في الحافلة وهي ما خرجتش تستنى وقت الحافلة تنطلق يعني ربطها بقضية المشي والتوفيق لله لبيك اللهم لبيك. ثانيا إزالة شعرة المحرم قبل الوصول، شعرة لقصد الواف يعني يحط شعره ويقصر في شعره وينفذ به طيب الاستبدال، كل الاشياء التي ربما تعوقه في الحج هذا حتى لا يضطر بذلك في الحج الى ان يزيد بعض الاشياء فيترتب عليها فديه كازاله مثال 10 شعرات او ظفر، هذه كلها ترتب عليها فديه. لا طبعا حتى ما فيش اشكال، لكن اذا كان ازال عشر شعرات حفلة الطعام. إزالة شعرة المحرم قبل الغسل وذلك بأن يقص أظافره وشاربه ويحلق عانته وينتف شعر لبطيه ويرجل شعر رأسه أو يحلقه ليستريح بذلك من ضررها وهو محرم، لأن الإحرام أمر يسن له الغسل فيندب له إزالة الشعرة كالجمعة، ولأن الإحرام يمنع ذلك فاستحب فعله لئلا يحتاج إليه في إحرامه فلا يتمكن الشخص بعض الأحيان ثم نضع مطور طويلة وكذا وكذا يقلقوه هنا قبل الشروع في الإحرام يهيئ نفسه بالغسل والتنظيف وكذا ثم يشعر في أعمال الحج. ثالثا الاقتصار على تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، لحديث ابن عمر رضي الله عنه أن تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. إذا الاقتصار على هذه التربية وبعض الفقهاء ذكروا بعض الزيادات وكذا وأجازوها لكن ما تبطلش، لكن يندب الاقتصار على هذا
هناك بعض الزوات كتب كثيرة في الفقه، لكن يبدأ الاقتصار على هذه التنبيه. رابعا، تجديد التنبيه عند تغير الحال، وهذه من المذكوره في السنن، كقيام وقعود وصعود وهبوط ويقظه من النوم وخلف الصلاه وعند ملاقات الرفاق ونحو ذلك الى ان يدخل المسجد الحرام ويشرع في طواف القدوم، فانه يتركها الى ان يسعى بين الصفا والمروه. اذا يتركها إلا بعد الصعود إلى الصفا والمروة. يعني بالحال مسألة شوية كذا. لكن أقل شيء تجديد التربية. إذا صعد، إذا نزل، إذا استيقظ، إذا لاقى رفاقه، إذا تغير كان متكئا فتغير، هذه كلها يجدد فيها. حتى يدخل مكة. كتابس. ويدخل المسجد الحرام ويشرع في طواف الإفاضة. إذا دخل المسجد وشرع في طواف القدوم يقطع التنبية حتى يتم السعي، ثم يعيد التنبية إلى يوم التاسع أو إلى زوال يوم التاسع لأن يصعد العرفة. بدل التنبية ماذا يقول؟ طواف. لا، التنبية في الطواف يدعو، يذكر رب، يدعو فقط في الطواف إلى أن يكمل الطواف، لا يوجد النبي في الطواف، وإلى أن يسعى يشرع في الطواف. إذا شرع في الطواف قال الله أكبر وبدأ الطواف يقطع التنبيه ويقول دعاء، ما فيش دعاء خاص بالنسبة للطواف، لكن يدعو بخير الدنيا والآخرة وستر الحال وكل شيء. ثم إذا انتهى من الطواف، معروف أنه ينتهي من الطواف قبل ركعتين يجلس قليل أو يصلي ركعتين يشرب الماء زمزم ثم يقف في الملتزم إذا أمكن وممكن. ثم باب الصفا مقابل تقريب باب الكعبة، باب الصفا والمروة، فيذهب إلى الصفا يدخل الباب على يمينه، من الصفا ظاهر على يمينه هضبة صغيرة، يقف خلف الكعبة يشوفها يكبر، معروف أن الصفا والمروة من شعائر الله والحج الآية، ويشعر في السعي. إذا أتم الشوط السابع وكان في المروة انتهت سعيه، يعود إلى التنبية إلى يوم التاسع عندما سن إلى عرفة. اسمح لي، التنبية هو بعد ما يصل الحافل يقعد يلبي يميت وراء بعضها، ولا له الحق أن له الحق أن يشرب وأن يأكل وأن يتكلم وأن يرتاح؟ أكيد. ثم لا يلبي حتى يمشي ولا يقطع حتى يكون تاركا للتنبية، ولكنه سدد وقاري. وأكيد في الحافلة مش هتقطع هذا تحكي مع هذا وتحكي مع هذا وتلبي ساعات تلبية جماعية، بعض الأحيان ساعات لازم تلبية جماعية وتلبية فردية، وساعات تركض يعني واحد يرفض أنا مش يرفض ذاك الحكومة قال لبيك اللهم لبيك، لا مش يرفض إذا ما عملت ثلاث سوايع أربع سوايع خمس سوايع إذا كان نجم. ثم يجي يستيقظ يلبي وهكذا، إذا كان قطر ساعة صح لي قطر ساعة كل بيت الله ولا كل هيبة. تجديد التنبية هذا تغير الحال. وقيل احنا قلنا إلى أن يطوف يعني يشرع الطواف، وقيل يترك الحج الحاجة التنبية بمجرد دخول مكة، هذا قولي بمجرد، وقيل برؤية المنازل، إذا رأى منازل مكة يقطع. على كل حال بالنسبة للحج، لو أخذنا الأخرى في العمرة، بالنسبة للحج إذا دخل مكة يقطع، أو إذا وصل إلى الحرم، لأنه شوف يدخل مكة مش يمشي بيوتين ويحب له ساعة أو ساعتين وحتى يشوف فيه، مش مباشرة يوصل مكة مش يركز مشي للحرم، فيه منها إجراءات وفي أوتيل وباسبور ومش عارف شنو وكذا برشا إجراءات، وطول في بعض الأحيان بربع ساعتين وحتى يتحصل على بيت والناس كل داخلة ومش سهل، فمش أقل شيء مش تحمل ثلاث سوايع يعني خاصة في الحج، مش هو وقت كبير، فإذا وصل مكة يقطع، أو إذا وصل إلى الحرم قطع، وإذا كان يحب يواصل وهو هنا في إجراءات السكن يلبى على بين الحين والآخر، وإذا كان تاعب خاصة المرأة كبيرة ومتعبة وكذا لها أن ترتاح
قليل نصيب من الراحة، ثم بعد أن ترتاح تشرع في أعمال الحج وتمشي مش بالضرورة ولا بقل بيت الدار. ممكن أن يكون شيء لا أكيد يكون مثلا مش هكذا معنا معنا بيه قالوا 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 سعدي قالوا طبطب معنا ولا سيدي شوية معنا وافق أن معنا جاء وقت صلاة العصر صلاة المغرب أكيد يصلي يصلي في ال 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 معنا في النزل أو ينطلق إذا كان يبقى مش يصلي في الحرم إذا كان يجي خاطر فما إجراءات أول وبعض الحين دراسة شوف أنا في حاجة هو حسب مولود ديما الأشياء خاصة الحجة تطبيقي أكثر منه المثالي السلايسة سموه في بعيدة في العزيزية العزيزية هذه تبعد تقريبا 8 كيلو متر على الحرم 8 كيلو أكيد ما تجي 8 كيلو مش على سقيك وخاصة إذا كان واحد يمشي يحج وهو تلقاها في العادة أول مرة مش يعرف كيفاش يمشي يحج وش راح تستنى في الجماعة اللي يجي يزور مش سهل بحسب الظروف والشخص ما يعتقدش برشا اليوم احنا ضريبه الواحد يحتاج يبدا معناها شو الايسر وشو الابسط والاسهل واللي يجب يؤدي العباده نتاعو دون اخطاء وكهو مش يقعد في الاوتيل يشوفوا الناس كل بعضهم في الكار اذا كان وعادة احنا نحن في المجال نتاعنا ما عندهمش خبره كبيره معناها بالحرام ويلقى اول مره واخر مره يستنى وراه راح يقولوا اطاح شو بده يصير في المهم من الناس مشاو معاه ويضيع كان يقعد وحده وتعرف والله بعض الحجاج يمشي ويضيع روحه ب 3 ايام قاعد في البقعه نتاعه ما يتحركش خاصه الرجال الكبار والنسان الكبار تلقاه 3 ايام تمشي ما قادش تبرك في بقعته وتقعد بركه والله يصبر في المباراه 3 ايام بركه في البقعه نتاعها ما تحركش خلاها غادي قاعد غادي رجع بعد 3 ايام لا بحث بحث بعد 3 ايام انا رجع يلقاها مازال بارك في بقعته راهو خاصه الانسان الكبار هذوما معناها واحد يخاف عليهم وهما ما ينجموش يتصرفوا بحالهم وهي تحب تحج وما عندهاش محرم وتحب تحج وحاج فرض رفقه مامونه والمامونه ما لها مشكله ساعات ما تلقاش رفقه مامونه وتحب تحج ومراه كبيره وما تفهمش المشاريع هذيك وتقول لها لا يجوز وكذا خليك ما تفهمش لا يجوز فهمت؟ الانسان يراعي الحالات هذه ويحاول في الاحكام اللي ميسر وصلت ترتاح ساعه ساعتين اذا كان ما نجمش حتى من يخسر الامر تبغى تشرب الطبق هذاك الوقت هذاك الكل ربما تكون دايخ او حاله مش تقول لها ربي نهارك دخلت في مكه وهذا قول إذا دخلت مكة تقطع التكبير بالتالي ما عليهاش دم وتطوف وتسعى بعد الساعة تشرع في الطواف بعد الساعة تشرع في التربية وقيل يترك الحاجة التربية بمجرد دخول مكة حتى يطوفها ساعة ثم يعاملها بعد ذلك حتى زوال شمس يوم عرفة ووصوله إلى مصلاها فيقطعها عندئذ فإن لم يعاودها كان تاركا لواجبي وعليه دم اذا كان ما عاودهاش تصبح سالت تربيه واجب وتربيه واجب يعني ما عادش تاخذ مندوبات المندوب انك تصل التربيه الى الحرم هذا مندوب لكن وتعود اليها بعد الساعه هذا مندوب لكن انه تقطع هذا يتعلق بالدرجه المتعلقه بواجب واجبات الحج او التربيه فعليه الدليل أنا عبد الله لحديث نافع أنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يقطع التلبية في الحج إذا انتهى إلى الحرم حتى يطوف بالبيت وبين الصفا والمروة ولا حتى إذا انتهى إلى الحرم ولا يوصل الحرم وتعرف إنه هو مش اليوم كما قبل اليوم لها مكة ماشي في مكة في عهد ابن عمر هي أصلا المدينة مدينات 84 83 واحد سعودي يحكي لي قال المدينة كنت كي نوقف في المسجد النبوي نرى أرى طرف المدينة هذا في الثنينات 84 83 تو كنت توقف في المسجد ما نشوف شيء بالبيت بل
كيتوقف الحرب تشوف ترى في المدينة أنها صغيرة مش كبيرة. فنفس الشيء لو في القديم ما كانش كبيرة برشا أصلا المدينة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هو المسجد أبو أيوب. هذه هي المدينة بأسواق أو بديار أو كل شيء هو المسجد النبوي. فالحالة تغير لأنه كل تعرف المدن كلها كانت لها كيف الحصن الصغير هذه المدينة فيه ديار وفيه كل شيء والناس كلها عايشين فرد وبيبان سكر دار معناها دار كبيرة حمر هذيك اليوم تشوف المدينة معناها ناطحات سحاب فوق واخطبوط معناها في اللوط نعرف وعن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه كان يلبي في الحج حتى أمام بكي عن نافع حتى يدخل بيته وبين الصفا والمروة ثم يلبي حتى يغدو من منى إلى عرفة يوم الثامن يوم التروية وهو يخرج يصلي الظهر والعصر يوم الثامن مسيش بالتطبيق لو تعطينا التطبيق بتاعك نفهم أكثر من ذلك كيف تطبق؟ لا لا زيارتك زيارة اليوم الثامن ما معروف الحاج يوم الثامن يخرج من مكة عادة انه مطول ما حالف معاش باك يسكنوا أما يسكنوا في مكة يخرج من مكة ويمشي للميناء مش معنى يصلي الصبح يقول أنا مش يصلي الصبح مهم الزوال يكون في ميناء الزوال يكون في ميناء فيصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والصبح في ميناء في ميناء ثم بعد صلاة الصبح يخرج يمشي للعرفة هذا يوم الثامن يوم الثامن فيقعد يلبي يوم الثامن يوم التروية ثم يقعد يلبي إلى أن يصل إلى عرفة بعد الزوال فإذا وصل إلى عرفة قبل الزوال لبى في عرفة حتى الزوال ثم يلبي حتى يوم لا من عرفة إلى حتى يصل إلى عرفة فإذا وصل إلى منى قبل الزوال لبى حتى الزوال وإذا زالت عليه الشمس في منى يلبي حتى يصل إلى عرفة إذا في هذه الشروط أن تكون في عرفة وبعد الزوال إذا كانت توصل قبل الزوال تلبي إلى الزوال وإذا لم تصل إلى عرفة بعد الزوال تلبي إلى أن تصل إلى عرفة ذو الشروط اليوم التاسع يوم عرفة يوم التاسع حتى إذا زالت الشمس اليوم عرفة قطع التلبية وثبت ذلك عن مجموعة من الصحابة بأسانيد صحيحة منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة وابن عمر وسعد بن وقاص وأبو سلمة وهو عقل أهل المدينة قال مالك وذلك الأمر الذي لم يزل عليه أهل العلم ببلدنا إذا مسألة التلبية حتى يوم زوال حتى زوال يوم عرفة ويكون في عرفة بعد الزوال وغاية التلبية مقيدة بقيدين الوصول إلى عرفة وكونه بعد الزوال فإن وصل إلى عرفة قبل الزوال فلا يقطع التلبية وإذا انزلت الشمس قبل الوصول فلا يقطعها أيضا حتى يصل إلى عرفة وروي عن مالك استمرار التلبية حتى رمي جمرة العقبة وإليه مال اللخم رمي جمرة العقبة يوم العاشر فلا مش اليوم وغدوة يقطع التلبية لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن أسامة بن زيد كان للردف النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى المزدلفة من هذا بالليل في النهر ثم أردف الفضل بن عباس من المزدلفة إلى منى هذا في الصباح يوم العاشر فكلاهما قال لم يزل النبي صلى الله عليه وسلم يلبي حتى رمى جمرة العقبة هذا قول وهذا قول والقول الأول هو الذي عليه إجماع أهل المدينة وقول كبار الصحابة وهذا قول ثاني على كل حال قول قوي لأنه كان رفع النبي صلى الله عليه وسلم سمعه هذا لمن أحرم بالحج من غير أهل مكة بالنسبة إلى أين يصل بالتلبية ويلبي من الميقات إلى أن يصل إلى الحرم أو إلى أن يصل أو إلى أن يشرع في الطواف هذا الحكم الذي تقدم بالنسبة إلى متى تقف التلبية
هذا الإمام الأحمر بن الحجي بن غيري أن الإمام كتاب هذا الآن بعد وقرنا هو يحرم في الحرم أي ملاك إن شاء الله إحنا نكمل المسألة يعني فقط إحنا قلنا الناس اللي يحرم في الحرم وقت إيش؟ يحرم في الحرم هي إذا كان أحرم في الحرم الشعب يقوم يلبي شيء هذا كان حكم خاص أنه يلبي حتى يشرف الطواف يحرم في مكانه وقل ما يحرم في الحرم ولا ويلبي مكانه حتى يشرع في الطواف هذا بالنسبة لي من أحرم الحج ثلاثة إليه هذا من أحرم الحج من غير أهل مكة ولم يفتوا الحج أكيد إذا كان فارغ الحج ما عادش باش يلبي انتهى وأما المعتبر معتبر ومن أحرم من مكة أو فاته الحج فتلبيته كالتالي فأما المعتبر من الميقات إلى هذا الأفق ومن فاته الحج بأن أحرم أولا بحج ففاته بحصر أو مرض فحلل منه بعمرة أنا مش حلل بعمرة 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 إذا أحرم يتحلل بعمرة فإنه يربيان للحرم العام ولا يتباليان للبيوت ولا يعاونانها على كل حال الحرم العام موش فقط مكة يبعد شوي على مكة تقريبا هو إلى 15 كيلو متر تقريبا فوق مكة ومن ناحية الشرق 9 من ناحية الجنوب 7 الحرم العام اللي موش فقط مكة حواس مثال التنعيم الجعرانة هذه كلها هذا أن هذا هو أن الحرم هذا الحرم العام فهذا من النقاط إلى مثال الجعرانة بالنسبة للعام في الشمال الشرقي لكن ذكرناه هذه المرة اللي فاتت ذكرناه فهذا الحرم العام مش البيوت يدخل الحرم فإنه يربيان الحرم العام ولا يتباليان البيوت ولا يعاونانها ولا يعاونانها لأنه هو عمرة تنتهي مجرد أنه سعى يحلق وانتهت عمرته وكذلك من فات الحج إذا اعتبر يحلق وتنتهي العمرة إذا لا يعاون لا يعاون فعلم أن المحرم بالحج ولو قارنا بالنسبة لهذا المعتبر ومن فات الحج والمحرم بالحج ولو قارنا ولو قارنا مش بشيء هذا ولو قارنا قارنا هو كيف قارنا قارنا عمرة وحجة ولو مش يخرج إلى أدنى الحل ليتحلل ليجمع بين لأن كل إحرام إذا فيه حل وحرم هذا يوم يخرج إلى أدنى الحل هناك هو أدنى الحل جعرانة تنعيم جبل قريب من مكة قبل العرب لأن العرب في الحل هي هذا يخرج إلى أدنى الحل أو الحرم العام بالنسبة للقارن فعلم أن المحرم بالحج ولو قارن يلبي للبيوت أو للطواف على ما تقدم لأنه خرج هو قارن ولا خرج هذا يلبي للبيوت مش الحرم العام قد هو أصلا أحرم من الحرم العام وخرج للحل فأحرم تقريبا من الحرم العام أنا ليش بقول لك هذاك حل ولتأو الحرم يخرج عمل بيته كما تقول انت السكة هذه هذه بلاد هذه هي ما بقى ولا اقول لك هذه تشريب وهذه تشريب نسيت شو قصدي اما هذه كبارية هذه تشريب اخرى من سنة ها؟ من سنة بلاد سكة انا وكيف الحرم ولو قال يلبي للبيوت يبقى للطواف على ما تقدم والمعتبر يلبي للحرم معتبر لحديث نافع قال كان ابن عمر رضي الله عنه إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ويحدث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك ويلبي المعتبر دون ميقات كالجعرانة أو التنعيم إلى البيوت بيوت مكانة هي مكة توقيت بلد الحرم عاش هي فات في الجعرانة ما تصوش الجعرانة والتنعيم فات ووصلت مسجد عائشة ما هو بزيك وصلش مسجد عائشة كيف بتعمل 15 كيلو متر طول بكة أو بلد أن البيوت قرب توصلت إذا كان وصلت وليحهم واحد كما مسألة اليوم المزدلفة مزدلفة هي كانت قبل ما يجدها لبكة اليوم لا تبع بكة مزدلفة تبع بكة
أصلا زيه ترى عشرة تبني كيلو بدها تو تبني كيلو عرب قش بعد ما تيجي تبني كيلو مع ذلك هي أوسع كيلو عرب مع ذلك هي ذاك أدنى الحد شنو مكة الألف الشمال هكذا شمال الشرق ويربي معتبر دون بطاقتك الجعرانة أو تدعيم إلى البيوت بقرب المسافة فتربيته في العمرة أقل منها في الحج أو العمرة إلى البيوت بالنسبة للحج إلى أن يشرع في الطواف. وأما من أحرم من مكة مفردا بالحج إذا أحرم مفرد يحرم في مكة للقارن لكن إذن يخرج والمعتبر ليس يخرج لكن حج الإفراد يحرم مكانه لأنه كان قارن معتبر أحرم من الحج فإنه يلبي بالمسجد الحرام من مكانه الذي أحرمه ويستمر بالتلبية حتى رواح إلى مصلى عرفة بعد الزواج. علاش هذا بالنسبة اللي أحرم ما عندوش قانوش طواف وسعى؟ لأنه فاتوا لفقط لا هو أحرم لا هو أحرم من داخل هذا ما عندوش طواف ما عندوش طواف قدوم هذا ما عندوش طواف قدوم ما عندوش سعي هذا يسعى بعد طواف الفراغ هذا يلبي حتى عرفة لأنه هو نعم لا هو مش يعمل طواف لا مش يعمل سعى هو فقط أول هو أحرم ويبقى هكذا إلى أن يذهب إلى عرفة يقف بعرفة وبعد عرفة يعمل الطواف بتاعه الطواف في القدر يعمل السعي بتاعه الذي فاته الحج لا فاته الحج لن يعمل عمرة لك عارف ما أقوله يحل بعمرة إذا يدخل الحرم يلبي حتى عرفة لا هو أصلا في الحرم أحرم يبقى يلبي وإذا كان أحرم من داره يبقى يلبي لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك حتى يوم عرفة إيه تقريبا لا أقول لا شريك لك الرأي أو الرأي اللي يقول أن السعي هو واجب وليس ركن على أي قول ماذا؟ أي قول يعني الذي جاء من خارج مكة يحرم خارج مكة له أن يلبي في الحرم وينتظر يوم عرفة إذا اعتمدنا معنا القول هذا كيف يجب؟ ما يعملش توقف قدوم؟ ما يعملش توقف قدوم ما يعملش توقف قدوم واجب واجب وطول والسعي واجب فرض توقف القدوم واجب ولن تستطيع أن تدخل مكة إلا محرما والإحرام ذلك يقتضي منك إيه دخل محرما قلت دخل محرما ولم يقم بواجب طواف الفرضية ولم يقم عليه دم ويبقى يلبي وكأنه من أهل مكة ينتظر مكة ينتظر يوم عليه دم وهو من واحد يجي على افتراض هذا افتراض ما مش طواف قدوم اذا كان مش طواف قدوم اكيد مش سعي لانه سعي يكون الا بعد طواف الواجب او طواف الركن وهذا يولي يطوف بعد طواف يسعى بعد طواف الافاضه ولكن عليه دم لتركه طواف القدوم لانه شخص قد يترك طواف القدوم اذا كان مراهقا احرم ومباشره العالم مش العالم احرم مثال رجل تونسي يوم التاسع صباحا وصل قبل الزواج طيب بتاعه قبل الزواج لا يمشي طول وقت عرفة مباشرة ومطاف القدوم ما يمشيش يعمل ما عادش يعمل بعد سقط السعي هو بعد طواف الافاضة يسعى بعد طواف الافاضة وعليه دم لتركه طواف القدوم او حائط ها؟ او حائط نفس الشيء عليها دم بعد عليها دم بعد شو؟ وان كانت حائط هي معذورة فريق الجاهل للتوقف إيه إذا لا يدفع لتركها لتركها لأنه واجب عليك ما يسقطش هي حائط هي حائط لها أن تطوف طواف الإفاضة هي حائط تطوف طواف الإفاضة إذا كان مربوطة بالسفر إيه في السفر مربوطة برفقة وما تنجمش تترك الرفقة هذه تتنظف جيدا وتطوف طواف الإفاضة ولا شيء عليه بالنسبة للطواف الإفاضة طواف ركن طوف تقدم حاضر لا وين تقدم بعد يوم عاشر لكن طوف نفسها تعرف نفسها معناها باش تمرض بعد ثلاث أيام ولا باش يوافق طواف الإفاضة تقدمش من يوم العاشر طواف الإفاضة لا يكون إلا بعد بعد وقوف عرفة وبعد منى وبعد رمي جمرة العقبة وبعد حظ يكون كل بعد شيء هذا ما تنجمش تقدم لا حتى كنت تعرف تشوف الدواء
اخر الدورة فهو متواضع من ساعه وهك تستشير الطبيبة شو نراكم بعد صلاة العشاء يوم عرفة بعد الزوال في عرفة انت اليوم بعد الزوال يوم التاسع يوم التاسع بعد الزوال بعد الزوال يكون في عرفة الى صلاة الفجر يوم العاشر يبقى بعد العشاء مش بعد حاجه كان في